وخلينا نقول إن في عام 2015 مصر كانت واحدة من أكبر الدول اللي بتستورد الغاز في العالم. في عام 2022 مصر بتوفر احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي. ما بين سنة 2015 وسنة 2022 في شغل كتير حصل، في رؤية للمستقبل، في مجهود وتعب في السنين اللي فاتت ظهرت ثماره يوم أمس مع توقيع اتفاقية تصدير الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي. بدري جدا الدولة المصرية كانت فاهمة كويس قوي ان مفتاح الاستثمار ومستقبل الطاقة هيكون في ملف الغاز، عشان كده اشتغلت عليه واستعدت وساهمت في انها تشكل التحالف الثلاثي مع قبرص واليونان اللي كان نوال تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط. دلوقتي مصر بقت جاهزة للاستفادة الضخمة من تصدير الغاز لأوروبا. طبعا كانت الخطوة الأهم في ملف الغاز هو اننا في الأول نحقق الاكتفاء الذاتي في الداخل. ده حصل في عام 2018، من بعد كده مصر أصبحت لاعب رئيسي في قطاع الغاز في المنطقة كلها، بقينا تحديداً تاني أكبر منتج للغاز في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وبقى عندنا هدف واحد هو أن مصر تبقى مركز إقليمي للطاقة. كمان اللي ساعدنا في ده هو ان مش بس اشتغلنا على الاكتشافات الجديده في بحر المتوسط، حقق لزهر كمان، وكان لازم يبقى عندنا بنيه تحتيه مهمه في مجال الغاز الطبيعي، مش موجوده دي عند حد تاني خالص في المنطقه، زي طبعا مصانع الاساله اللي موجوده في ادكو ودمياط، وده اللي ساعدنا في ان يكون في طفره كبيره في معدلات تصدير الغاز. كفاية أقول لك يا مصطفى إن السنة اللي فاتت 2021 صادرات مصر من الغاز الطبيعي زادت بنسبة، وخد بالك بقى من الرقم اللي هقوله، 768.2%، يعني حوالي 800% أو أقل حاجة بسيطة، بقيمة حوالي 4 مليار دولار. بالظبط كده، يعني 800%. ده أمر، يعني لو بصينا كده حوالينا يا جماعة، إحنا بنتكلم في إن إحنا حققنا الاكتفاء الذاتي عام 2018، النهاردة إحنا بنصدر لأوروبا. عشان كده بنقول اللي حصل في ملف الطاقة وبالتحديد في ملف الغاز الطبيعي كان فيه رؤية استشرافية وقدرة كبيرة على التخطيط، ده بيخلينا نوصل لمعدلات إنجاز كبيرة، وبيخلينا نقول أيضا إن إحنا إن شاء الله مصر هتبقى أول وأكبر مركز إقليمي للطاقة في المنطقة بعد هذه الاكتشافات اللي حصلت. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا مصطفى، بنصبح على حضراتكم، صباحكم كله خير ورزق. صباح الخير يا مصر.